لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاء فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من لقد كفر الذين قالوا
وما من إله إلا إله واحد. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وما من إله إلا إله واحد وإن لم يعتقوا أما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نصرف الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. انظر كيف نبين له الآيات ثم انظر أن قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قد ظنوا من قبل فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا
لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله وما أنزل إليه وما أنزل إليه ما اتخذهم أولياء ولكن كثيرا ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوه من الحق وما جاءنا وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق
وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. تفيض من الدمع مما عرفوه من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لا تحرموا طيبات ما إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
هل أتيك حديث الغاشية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين نادية تصلى نارا حامية تسقى من عين نادية تصلى نارا حامية تسقى من عين نادية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية لسعيها راضية في جنة عالية لا يسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر
لست عليهم بمسيطر إلا من تولي وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر